ونحن إنما أردنا أن نوصل في اعتقادي أن نوصل رسالة بأن هذه الأمة حملت كثيرا من الرجال الذين ربما في جانب من جوانب حياته قد يؤاخذ عليه، لكن ليس من منهجنا ولا من ديننا أن ذلك الذي يؤاخذ عليه يمحو له كل حسناته أو كل فضله في مسائل أخرى. فيكفي أن نقول بأن هذا عنده ربما عنده خلل في مسألة ما أو نقص في مسألة ما، لكن أجاد في أمور كثيرة. فمن العيب ومن التقصير أن السيئة تمحو كل الحسنات. نحن عندنا في منهج الإسلام أن الحسنات يذهبن السيئات، لكن تبقى هذه سيئة في حجمها. لذلك أردنا أن نستفيد من كل الرجال الذين حاولوا الإصلاح في أمتنا، كل من جهته، فالذي أصلح في باب الجهاد، والذي أصلح في باب التعليم، والذي أصلح في كل الأبواب التي رأيناها، والله تعالى أعلى وأعلم.